السلام عليكم. أكبر تجمع لخير صديق خارج الحدود العربية، أعني المعرض الدولي للكتاب العربي، أسدل أستاره الأحد الماضي بمشاركة كبيرة من دور نشر فاقت 250 دارا من 29 دولة. ولأنه خارج الدول العربية يحظى معرض إسطنبول للكتاب العربي بطعم خاص، وهو الطعم الذي جر وراءه عشرات آلاف الزائرين على امتداد أيام المعرض التسعة طلباً للمعرفة. في حلقة اليوم من برنامج حديث العرب نتوقف مع هذه الظاهرة لنبحث في بواعث إقامة المعرض والوظيفة المعرفية التي يقدمها وسبل توظيفه في إحداث تقارب ثقافي ونفسي بين العرب والأتراك. نتابع الحديث في هذا الموضوع بعد متابعة التقرير التالي. عبوراً فوق الحدود الجغرافية والسياسية والثقافية تجتمع الجالية العربية بتركيا والمهتمون باللغة العربية من الأتراك في معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي للسنة السابعة على التوالي. نحن لا نعتبره معرض كتاب فقط، إنما هو أكبر حدث ثقافي عربي خارج جغرافيا العالم العربي، يتواجد فيه الكتاب بشكل أساسي، معرض كتاب، وأيضا يرافقه فعاليات ونشاطات كلها لها علاقة بالكتاب وباللغة العربية. وعلى الرغم من الصعوبات الحياتية التي تواجه المغتربين بصورة عامة، إلا أن معرض الكتاب العربي في إسطنبول أثبت عبر سبع دورات متتالية أن الكتاب العربي والإنتاج الفكري والثقافي العربي لا يزال يتغلب على صعوبات الحياة في مجتمعات المهجر، كما يثبت أن حب القراءة والاهتمام بفروع الفكر العربي لا يزال مسيطراً على العقل الجمعي للشعوب العربية برغم كل المتغيرات والتحديات السياسية والاقتصادية، ولذلك يعول منظم المعرض عليه في دعم التقارب بين العرب والأتراك ومواجهة محاولات بث روح الكراهية والعنصرية ضد الأجانب في مجتمعات المهجر. غير أن ثمة أسباب تعوق انتشار الكتاب العربي بين القراء، أسباب تتعلق بارتفاع أسعار الكتب العربية بصورة عجز معها الكثيرون عن شراء ما يريدون من كتب، لا سيما في ظل أوضاع اقتصادية بالغة الصعوبة يعانيها المغتربون من جراء تداعيات الأزمات والحروب المشتعلة في العالم، ما يفرض تحديات عديدة على معارض الكتاب وكذلك على كل محاولات التقريب بين الثقافات المختلفة. للحديث عن موضوع الحلقة ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور محمد أغيراقشا، المنسق العام لمعرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي، وكذلك الأستاذ سامر السعدي، عضو مجلس، وهو طبعا معنا عبر الأثير من إسطنبول، عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لناشري الكتاب العربي. وفي الاستوديو أيضا الأستاذ محي الدين الشامي، مالك ومدير مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع. أهلا بالجمع الكريم. لو بدأنا معك دكتور محمد، البرنامج ذو طابع فكري ثقافي عموما، ولكن لب هذه الحلقة سيكون عن المعرض لما ينطوي عليه من أهمية ثقافية كبيرة. أريد أن أسألك، كيف ولدت فكرة هذا المعرض وما الباعث على إنجازها وتحقيقها؟ نعم، صراحة نستطيع أن نقول بالنسبة لنا قبل 7 سنوات كان هذا الأمر حلما كبيرا، سنعمل أو سنؤسس معرض كتاب عربي في مدينة إسطنبول في بلد غير عربية. تحدي كبير وحلم كبير. لماذا حلم كبير؟ لأننا يعني في بلد كان فيه قبل 40 عاما اللغة العربية ممنوعة، الذي يقرأ القرآن يسجن، أو الذي يتعلم اللغة العربية أو أي شيء باللغة العربية ممنوع. ونحن تربينا على فكرة أننا كيف نستطيع أن نرجع اللغة العربية كأتراك إلى بلده الأصلي، إلى الأرض الخلافة الإسلامية القديمة، لمدينة إسطنبول. وأنتم من تقصد؟ في العائلة أم في بيئة محددة؟ في الأجيال، في المدارس، في الجامعات، كجيل يتربى على حب اللغة العربية كأتراك. وطبعا في
اتحاد الناشرين الأتراك تكلمنا حول هذا الموضوع، كان لدينا كتابا معرض الكتاب التركي، واقترحنا للإخوة في المجلس الإدارة أن يكون لدينا جزءا صغيرا للكتاب العربي في ضمن المعرض، لأن كان عدد الجاليات العربية يزداد في مدينة إسطنبول، وأردنا أن يكون تجمع ثقافي مشترك بين الأتراك والعرب، وبدأنا بخطوة بسيطة متواضعة جدا في ضمن المعرض الكبير، أخذنا مساحة صغيرة للكتاب العربي ودعونا الإخوة الناشرين، وبهذا الشكل بدأت الفكرة. لو ذهبت إلى الأستاذ سامر معنا عبر الأثير، أستاذ سامر، هل هناك برأيك سياسة متبعة من قبل دور النشر فيما يتعلق بعرض العناوين وعرض المحتوى، أم أن الأمر كيفي يتبع لكل دار نشر تعرض كتبها بالكيفية التي تراها مناسبة؟ نعم، يعني في معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي ليس هناك من معوقات أو من رقابة سوى ما يخص حقوق التأليف والنشر، لذلك المجال مفتوح لدور النشر خلال المعرض. تجد في المعرض بدون تصنيفات، لكن كما يصنف الناس من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، كله مفتوح ومسموح، يعني الفضاء الثقافي في معرض إسطنبول متنوع بشكل لا يوجد في معرض غيره. نعم، يعني هذا أريد أن أسألك عن هذا الفضاء، فضاء من الحرية، حرية التفكير، حرية الكتابة، الذي قد يعز في كثير من الدول العربية. دور النشر كيف استفادت من هذا الفضاء الفكري الرحب في تركيا؟ هل ثمة سياسة من قبل دور النشر، سياسة موحدة، بمعنى أنكم أردت يعني سبرتم الشارع العربي أو الجالية العربية واهتماماتها وأذواقها أو حاجاتها الفكرية والمعرفية في إسطنبول وفي عموم تركيا، ثم بعد ذلك جرى نوع من التنسيق في تحديد طبيعة المحتوى، أم أن الأمر كان كيفيا؟ لا، الأمر لم يكن يعني بترتيب لهذه الأمور. كما تعلم يعني المشارب متنوعة. الجالية العربية في إسطنبول اصلا هي متنوعه كثيرا، هذه ميزه اخرى لا توجد في يعني في بلد اخر. زوار معرض الكتاب في كل دوله يكون من اهل البلد، وايضا ربما يكون القليل من الضيوف. لكن تحصل هذه الظاهره، ممكن تجدها في دبي وفي قطر، تحصل نوع من نعم من التنوع، لكن نعم. ليس بالشكل الذي يوجد في اسطنبول. نعم. في اسطنبول الجالية العربية في تركيا وفي إسطنبول بالتحديد متنوعة المشارب والبلدان والمناطق. هذا إذا قصدنا الجالية العربية بالمعنى المتعارف عليه المحدود. إذا قصدنا رواد الكتاب العربي بالمعنى الأوسع والأعم، فأيضا هناك تنوع كبير، يعني يأتي إلينا الأتراك الذين يهتمون باللغة العربية بكوننا في بلد تركيا، وأيضا أصبح يأتي إلينا كثير من المهتمين باللغة العربية والكتاب العربي من دول أخرى غير تركيا. زارنا هذه السنة من بلغاريا، من مقدونيا، من كازاخستان، من عدة دول مختلفة. هذا التنوع يعطي مساحة كبيرة للناشرين وللمكاتب ودور النشر وللموزعين في يعني أريحية كاملة في عرض كل ما يمكنهم عرضه، سواء كان من إنتاجهم أو سواء كان عبر الوكالات. نعم. ولذلك كما قلت الفضاء واسع ومتنوع في معرض إسطنبول. طيب، أعود للاستوديو أستاذ محي الدين. حقيقة يعني ربما يغبط العرب المقيمون في تركيا بسبب هذه الجزئية تحديدا، وهي جزئية حرية وإمكانية الاطلاع على أي شيء يكتب. أنت تعرف أنه في كثير من الدول العربية هناك كتاب كبار ممنوع أن تدخل كتبهم إلى هذه الدول. طيب، في مثل هذه الأجواء الرحبة، ما المتأمل من مثل هذه المعارض، معارض الكتب في تركيا؟ ما المتأمل منها من الناحية الثقافية والمعرفية؟ طبعا يعني معرض تركيا صار هو المعرض الكتاب العربي الوحيد يلي ما فيه أي شيء ممنوع، كل الثقافات مفتوحة. يعني كل دولة من الدول العربية في كتير صارت من المؤلفين، وبعض الكتب صارت ممنوعة.
بفضل رب العالمين يعني معرض اسطنبول كل الكتب صارت مباحة فيها أو مفسوحة. وميزة معرض اسطنبول هو صلة الوصل ما بين العالم العربي والمجتمع العربي اللي في تركيا. بهذا الميزة المعرض يعني صلة الوصل، يعني الجالية العربية عايشة في تركيا عم تعيش بهالمهرجان الثقافي، عم تعيد أمجادها اللي كانت تعيشها بالعالم العربي سابقا، بالإضافة إنه أي نوع من الكتب والثقافة والمؤلفين كتب الحمد لله صارت متوفرة في تركيا. طب يعني أنتم كدور نشر وأنت مالك ومدير دار نشر أستاذ محي الدين، إلى أي مدى يعني أفدتم من هذه الأجواء وما زلنا في أجواء الحرية الفكرية في تركيا التي يعني نتابعها، إلى أي مدى أفدتم من هذه الظاهرة على مستوى إغناء وإثراء المحتوى من حيث الكتب، تنوع هذه الكتب، أم لا يوجد هذا الاستفادة؟ لا طبعا الاستفادة أنك عم تشتغل بحرية، يعني أي موضوع بيخطر ببالك، يعني في أحد الدول العربية مثلا 40 مؤلف ممنوع كتبهم، لو كتبهم بس ورق أبيض اسم المؤلف موجود على الكتاب ممنوع، مقابل في تركيا لا. بالإضافة للمحاضرات والندوات العلماء اللي عم بيكونوا بمعرض اسطنبول عم يعطوا زخم كبير للجالية العربية وللثقافة للمجتمع العربي اللي صرنا فيها هلا باسطنبول ما يقارب أكثر من 5 مليون عربي موجودين، وبالتالي المعرض عم بيفتح لهم مجال لهالخمسة مليون إنه ثقافتهم كلها موجودة ما في شيء ممنوع عندهم. نعم. بكافة أطيافهم. مفارقة حقيقة دكتور محمد أن تخدم الثقافة العربية في بلد غير عربي أكثر مما تخدم في بلد عربي من حيث التنوع وحرية الاطلاع. أنا قبل أيام أسدل الستار عن النسخة 7 من هذا المعرض، أسألك عن ماذا تحقق في هذه النسخة الدورة 7 وما حجم وطبيعة التطور الذي حدث مقارنة بالنسخ السابقة؟ صراحة هذه السنة نحن أكثر شيء ركزنا على تنوع مثل ما قال الأساتذة، وأيضا الهدف المعرض يركز على نقطة مهمة وهي أن يكون هناك كتاب اللغة باللغة العربية خارج الوطن العربي، لأننا عندما ننظر إلى الدول العربية هم طبعا لغتهم الأصلي، ولكن هناك دول وجاليات أو خارج الوطن العربي مهتمون بالكتاب العربي. نحن كمعرض اسطنبول وضعنا معرض اسطنبول في موقف اليوم وللمستقبل أن نكون معرضا يجمع الدور النشر خارج الوطن العربي في مدينة اسطنبول المهتمين بالكتاب العربي، خاصة مثلا أن يكون معنا فلنقل جناح من بلغاريا وفي جناحها موجود كتب باللغة العربية، أو جناح من مكدونيا في جناحها يوجد كتب باللغة العربية، أو من بلدان مختلفة خارج الوطن العربي. لذلك عندنا هدف أساسي أن نجمع في هذا المعرض الكتاب العربي من جميع العالم الإسلامي أو بشكل عام من العالم. عندما نرى كتاب العربي من إسبانيا يكون داره متواجد معنا، أو من بريطانيا أو من أمريكا بالكتاب العربي، هم مهتمون بالكتاب العربي يكونون معنا، هذا قليلا ما نراه في المعارض العربية. لذلك وضعنا هدفا أول شيء أن يكون صلتنا في مدينة إسطنبول مع العالم بشكل عام وتربطنا اللغة العربية. لذلك نحن دائما نقول اللغة العربية هي لغتنا المشتركة بين الأمة، وهذا هو واحد من الأسس لمعرض اسطنبول الدولي للكتاب العربي. طبعا مثل ما قلنا موضوع التنوع وموضوع الجاليات، جميع الجاليات من العالم العربي متواجد هنا، وأيضا نرى أن المثقفون في العالم العربي أكثرهم متواجدون في مدينة اسطنبول. يعني أعتقد هذه النقطة التي يختلف من البلدان الأخرى، الجالية في مدينة اسطنبول خصيصا جالية مختلفة عن المدن الأخرى، وطبعا أيضا تأتي من المدن الأخرى في مدينة تركيا، في مدن تركيا يأتون لمدينة إسطنبول. هذه فرصة الوحيدة صراحة أن يكون هناك تجمع للثقافة العربية لمدة 9 أيام في مدينة إسطنبول. لكن قبل أن أذهب إلى الفاصل، هذه النسخة 7 دكتور محمد، هل لمستم تطورا بينا واضحا جليا من مرورا من النسخة الأولى إلى النسخة 7؟
هذه السنة كان معنا خارج الدور النشر صراحة الجمعيات والمنظمات الأهلية والمؤسسات التعليمية. هذه المؤسسات أعطتنا قوة كبيرة، وجود الجمعيات خاصة متعلقة بقسم الثقافة والتعليم كانت لهم أيضا زوارهم الخاص، وعندما اجتمعت الكتاب معهم أعطتنا قوة كبيرة، وخاصة أيضا رأينا أن هناك إقبال شديد من قبل العلماء والمفكرين، أرادوا أن يكون هناك دور نشر لهم نشاطات ومحاضرات وندبات. نعم هم العرب، وأيضا قليلا ما نراهم في المعارض العربية بسبب المشاكل السياسية. أعتقد أنهم رأوا مدينة إسطنبول فرصة أن يلتقوا بقرائهم. نعم جميل جدا وأفكار خلاقة. مشاهدين الكرام نواصل هذا الحديث لنتحدث بعد الفاصل عن الوظائف المعرفية التي يقدمها معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي، ولكن بعد وقفة قصيرة. بوتقة الحضارة، ما هي بغداد هذه؟ كيف نشأت؟ ما الذي أدى لمؤسسها إلى اختيارها في هذا الموضع من العراق؟ تعاقبت على العراق حضارات جمة الآن أصبحت 7000 سنة. أسعدكم الله، ما زلنا سويا في الحديث عن معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي وأبعاده الثقافية. دعوني من خلالكم أرحب بانضمام الأستاذة زينب الخنيسي الباحثة في جامعة سقارية وإحدى زائرات المعرض، وتشاركنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول. مرحبا بك أستاذة زينب. كباحثة عن المعرفة أولا وكباحثة في مهنتك، لو تحدثين عن العمق المعرفي والثقافي الذي يقدمه لك معرض الكتاب في إسطنبول. مساء الخير، تحية لك ولضيوفك الكرام وشكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا. في حقيقة الأمر السؤال في العمق المعرفي والثقافي لمعرض الكتاب هو سؤال محوري وتقييمي ويطرح نفسه بنفسه. على المستوى الثقافي لم يكن معرض الكتاب بالنسبة لي مجرد منصة لعرض الكتب الورقية، إنما هو أوسع من ذلك بكثير، وبحكم أن كما تعرف ويعرف الجميع أن إسطنبول. أنا ألتمس منك أستاذة زينب أن ترفعي صوتك قليلا. طيب هل أعيد من البداية الإجابة؟ أحسن نسبياً، تفضلي. أحسن نسبياً. طيب بحكم أن إسطنبول كما يعرف الجميع بعد 2011 وبعد الأحداث التي شهدتها العديد من الدول العربية تحولت إلى حاضنة لعدد كبير من العرب، فاق تعداده عن 1.5 مليون، وهو من مجمل 7 ملايين عربي هنا في تركيا ككل، وجزء معتبر من هذه الجالية هم من المثقفين والكتاب وأصحاب الفكر ودكاترة الجامعات، وبالتالي كان المعرض هو ساحة التقاء للمجتمع الثقافي العربي إن صح المصطلح. فالمعرض اختزل حياة الثقافية الموسعة في إسطنبول وتركيا ككل وجاء بها في مكان واحد، وأنت كإعلامي أخي جهاد تعلم قيمة امتلاك المعلومة خاصة الصحيحة التي تؤدي إلى فائدة عملية، وهي كذلك كانت مناسبة حتى تعلن هذه المناشط والجهات الثقافية من خلالها عن نفسها. فأنا كنت مثلا تعرفت في المعرض على المنصات الرقمية اللي في المنصة أمان، وهي متخصصة في صناعة المحتوى الرقمي الأخلاقي ومراكز بحثية ناشئة وصاعدة مثل مشارق ومغارب ومقاربات للدراسات السياسية، بل حتى هناك جمعيات خيرية ورشاد أطفال واتحادات طلبة مثل اتحاد الطلبة السوريين والمصريين، والأهم من ذلك في رأيي كان هناك محاضرات مستمرة على مدى أيام المعرض لنخب ثقافية ذات ثقة، لا أذكر أسماء حتى لا يعني لا أنسى اسم فأكون ظلمته. وهذه النخب أنا يعني كنت أحضر هذه المحاضرات، كانت تعطي الزبدة. هذا على المستوى الثقافي. أما على المستوى المعرفي المتعلق بالكتاب، المعرفي في حقيقة الأمر كان
فرصة لمواكبة الكتب الصادرة حديثا في عالمنا العربي التي لا أستطيع ولا نستطيع نحن كمتواجدين هنا في تركيا مشاركتها بحكم التواجد في تركيا، أو حتى الكتب الصادرة قديما والتي يحتاج إليها صاحب الاختصاص، خاصة إذا علمنا أن هناك كتب تحجب في النت بسبب الملكية الفكرية، وحتى الكتب التي يتم شرائها عبر النت تتكلف في بعض الأحيان يعني قيمة أعلى من قيمتها أعلى من قيمة الكتاب. هذا فيما يخص القيمة المعرفية والثقافية للمعرض. لكن كزائرة للمعرض أستاذة زينب، يعني ما الشعور الذي ينتابك وأنت تتجولين بين أروقة دور النشر؟ هل يمكن للزائر أن يلحظ أن دور النشر مهتمة حقيقة بتلبية الحاجة المعرفية للإنسان العربي الذي يعيش على الأرض التركية، أم أن المنطق الذي يحكم هذا المعرض بالنسبة لدور النشر كان منطقا ربحيا محضا؟ طيب صراحة يعني أنا كان شعورا جميلا، لأن الذي أتذكره أني لما عدت إلى البيت كنت سعيدة، وهذا لا ينفي أن عندي مؤاخذات وانتقادات. فبحسب الإحصائيات الجامعية الصادرة عن الجامعات هنا في تركيا يوجد زهاء عن 80,000 طالب عربي في الجامعات التركية، وهم يتوزعون على تخصصات متنوعة. فالسؤال الذي يطرح نفسه، هل المعرض غطى جميع احتياجات الطالب العربي كطالب الهندسة والطب وغيرها، أو حتى المهاجر العربي؟ أنا لا أعتقد ذلك، لأن يعني هناك كما كان يوجد هناك تنوع كتب يعني سياسية ودينية وفكرية، كان هناك بعض التنوع غير موجود. النقطة الثانية هنا وربما هي قطرية قليلا، كان هناك حضور باهت لدور النشر التابعة لدول المغرب العربي، والكتاب المغاربي هو كتاب شبه مقيد حسب ما شفت أنا في المعرض. أنا رأيت دار نشر مغربية واحدة، وحتى حين سألت عن بعض عناوين الكتاب الكبار مثل جابري وطه عبد الرحمن لم أجدها. فأنا كتونسية كنت أتمنى أن أجد الكتاب التونسي، فهذا يعني لي قيمة شعورية قبل أن يكون قيمة علمية. لأجل ذلك أعتقد أن موازين استهداف القراء كان فيها نوعا من الاعتبارات تجارية، وهذا منطقي لأنه معرض لبيع الكتب وليس مجرد عرض تذكاري، ولكننا تمنينا الموازنة العادلة. حضور المنطق التجاري الذي تتحدثين عنه برأيك كان طاغيا على حساب المادة المعرفية، على حساب الحرص من قبل دور النشر على أن يكون الإنسان العربي الذي يعيش بين قوسين في قد يكون مغتربا، يعني يستطيع الإلمام بثقافته، يستطيع الإلمام بما يصدر حديثا في الوطن العربي من إصدارات وكتب؟ هي كما أخبرتك يا أستاذ جهاد، هي يتم استهداف الشريحة الموجودة، مثلا الشريحة الموجودة هنا بحكم بأنها تهتم أكثر بالكتب يعني نقول يعني الدينية أو المتخصصة في السياسة، بحكم وجود العديد من المراكز السياسية البحثية هنا. دور النشر تفكيرها كان طريقة تبيع بها الكتب يعني بطريقة بعدد أكبر، ولكن يعني كان استهداف تغطية لكل الفئات أنا في اعتقادي لم يكن موجودا، لأن يعني كما أخبرتك لم يكن هناك تنوع الذي استطاع تغطية كامل الشرائح كامل شرائح القارئ العربي هنا في تركيا. طيب زينب الخنيفي الباحثة في جامعة سقارية، أشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة، وكنت معنا عبر الهاتف من مدينة اسطنبول. سريعا أذهب إلى الأستاذ سامر، الذي يلحظ الزائر إلى المعرض يلحظ ابتداء أن الأسعار، أسعار الكتب مرتفعة بشكل كبير جدا، وبضدها تعرف الأشياء، وإذا ما قورنت بالكتاب التركي ونحن نعيش في تركيا فثمة فارق كبير وشاسع. سؤالي هو، علما أن الشعارات المطروحة في المعرض كانت هي نشر الوعي والمعرفة والتقارب، أي تفسير لهذا التعارض بين الشعار وبين الواقع برأيك؟ يعني هذا الأمر يتعلق، الكتاب يتعلق بمتغيرات وبعملية كبيرة حتى يتم تسعيره، وهذا عند دور النشر معروف. صناعة الكتاب تحتاج إلى المؤلف والمنضد والورق والطباعة والتجليد وكل هذا. الكتاب وإن كان يعني الناشر في النهاية لابد أن يكون له هامش ربحي حتى يستمر العمل، لكن مقارنة بباقي السلع لا يعتبر، يعني الجهد المبذول على الكتاب لا يعتبر، الأرباح تغطي هذه الجهود، فدائما فيه بذل. موضوع الأسعار كما قلت متعلق بكثير من الأمور. عندنا ارتفاع يعني التضخم الذي حصل لحق الكتاب كما السلع الأخرى
باعتباره يعني يحتاج إلى صنعة ومواد أولية. طب دعني أقول لك سؤال سائل، قد يقول لك السائل أن هذا تضخم لحق أيضا كتاب التركي، لكن الكتاب التركي ليس بمثل الكتاب العربي في السابق. نعم، الكتاب العربي يعني هذه ربما أمور لا ينتبه لها القارئ أو الذي يشتري الكتاب، تحكمه أمور كثيرة، منها يعني كثير من الكتب تأتي من الدول العربية، مثلا الذي يشحن تقصد الضرائب، يشحن من الدول العربية غير الضرائب، يتكلف أجور الشحن ذهابا وإيابا، هذه كلفة إضافية. أيضا الذي يطبع في تركيا هناك يعني دعم، ربما يوجد بعض الدعم أو دعم جزئي أو كلي من الدولة لنشر الوعي والكتاب بين يعني بين أبناء الشعب التركي. نعم. هذا ما نفتقده كناشرين في كثير من الدول. نعم. الأمر الثالث، عدد ما يطبع من كتب للعنوان التركي، يعني العنوان الواحد يطبع منه كمية كبيرة، مما يخفف يعني المصاريف، التكلفة الابتدائية. الكتاب العربي يطبع منه كمية أقل، فبالتالي يكون سعره أغلى، لأن الطبعة العدد القليل تحمل عليه كل المصاريف، وبالتالي يرتفع هذا السعر. هذه أمور كما قلت قد لا ينتبه لها المشتري أو القارئ. لكن يعني الكتاب العربي يطبع فقط لمعرض اسطنبول أم يطبع لا 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 في الوطن العربي كله؟ لا لا، يعني نتحدث عن نصف مليار إنسان عربي، 400 مليون وعشرين، يعني هذا ماذا نقول إذا كان يعني القراءة ليست بالمستوى المطلوب في المجتمع العربي؟ طيب إذا ما كانت القراءة ليست بالمستوى المطلوب، هنا أتحول الأستاذ محي الدين، لماذا، ما الذي يحول دون توليد أفكار بناءة وخلاقة لدعم الكتاب وتحويلها من عملية قراءة نخبوية إلى عملية قراءة شعبية بحيث يرفع المستوى المعرفي عند عموم الشعب؟ يعني هذه مشكلة الدول، الناشر تاجر بالنتيجة، يجتهد ويجب يعني مادة علمية جيدة. لكن ثمة بعد رسالي فيما يتعلق بموضوع الكتب. نحن لا نتعامل مع سوبر ماركت أو دكاكين، وإنما نتعامل مع كتب ومنطق معرفي يحكمه بعد رسالي بشكل ما. نعم. يعني الدول هي يعني بتحط أهداف معينة وبتمشي فيها. نعم. الناشر تاجر عنده سلعة معينة بده ينتجها بشكل جيد، وأهم شيء تكون سلعة نظيفة، يعني مادة العلمية، أغلاط الإملائية، المؤلفين الجيدين، هذا كله الناشر يهتم فيها. ولكن الدول العربية بشكل عام ما عم تهتم بالثقافة بالمدارس والجامعات كما يجب. يعني كان الأخ سامر عم يحكي أنه تبدأ الطباعة في العالم العربي من 500 نسخة، 500 نسخة بتقعد سنة لتبيعها، مقابل بتركيا أقل طباعة 10,000 نسخة. مشان هيك الفرق السعر ما بين الطباعة في أوروبا أو في أمريكا أو التركية بالنسبة للكتاب العربي، يعني الكتاب العربي تطبعونه 1000 نسخة بتقعد سنة كاملة تبيعها. ليه؟ لأن ما في توجه ثقافي معين، المدارس والجامعات كلها عم تتجه نحو الأونلاين ونحو الإلكترونيات والتواصل الاجتماعي، ما عم بيرغبوا الأطفال للقراءة والمطالعة، وهذا بتلاقيها نوادر بالمدارس أو الأهالي. فمش هيك انه لما تحط خطه ثقافيه تمشي على اساسها كدار نشر، يكون مجهود فردي وليس مجهود دوله. فمش هيك يعني الثقافه العربيه عم تتراجع، لانه ما في هدف دوله عربيه معينه تحط برنامج ثقافي للمجتمع تاعها. نعم. ودائما بالمجتمع العربي في تغيرات، تغيرات الثقافه في الخليج خلال 4-5 سنين كلها تغيرت، بمصر ثقافتها تغيرت، يعني كل منهج القديم كان موجود. تقصد ثقافة الإقبال على الكتب، ثقافة القراءة؟ لا لا، ثقافة المنهجية كنا نعتمدها بطباعتنا. مثلا كنا مثلا نطبع مثلا كتاب مثلا إكس من الكتب كنا نطبعها وكان مقررة. نعم. الآن صارت ممنوعة. طيب
دكتور محمد، يعني كيف رصدت حركة التفاعل العربي مع المعرض سواء على مستوى الأنشطة، وأنا أعرف أن هناك كان أنشطة موازية لموضوع المعارض الكتب، سواء على مستوى الأنشطة أو على مستوى الإقبال على الكتب؟ وبخبرتك، أريد أن أستفيد من خبرتك من خلال ملاحظاتك أو ملحوظاتك على المعرض، هل كان الإقبال شكليا أم ثمة إقبال حقيقي على الكتب؟ أول شيء نستطيع أن نقول الجاليات العربية في داخل تركيا يجدون صعوبة للوصول إلى الكتاب العربي، لذلك ينتظرون المعرض، لأن عندما يدخلون إلى المواقع الإلكترونية في العالم وصول الكتاب الواحد إلى مدينة إسطنبول أو مدينة ما في داخل تركيا هو مكلف جدا، ولذلك حضورهم في المعرض هو شوق كبير لمدة سنة. نحن نعرف عندما نجلس مع الإخوة الزائرين نتكلم كلهم يقولون نحن ننتظر المعرض، ولذلك نشعر أن هذا الحضور حضور حقيقي. ثانيا، عندما نرى قسم الأنشطة والفعاليات أصلا نشعر أنهم يحتاجون إلى هذا المعرض ليس فقط تسعة أيام بل عدة مرات صحيح. في السنة تسعة أيام، خاصة الأمهات النساء اللواتي يريدن لأولادهم أن يختاروا كتابا سليما صحيحا، وخاصة يريدون أن يلتقوا بالجاليات الأخرى مع أولادهم، لأن هناك عدة أنشطة والفعاليات للأولاد، ليس فقط للأولاد، بل هناك أيضا عدة فعاليات لليافعين، لأن قسم الفئة اليافعين جدا نستطيع أن نقول في الكتاب مهملة صحيح. لا يوجد هناك كتاب، ممكن نجد كتب الأطفال أو كتب للناج للكبار، ولكن الفترة الزمنية في المراهقة نستطيع جدا قليلا ما نجد الكتاب، لذلك الأولياء الأمور يهتمون بهذا هذا القسم. وأيضا هذه السنة كان نقطة مهمة، الأخصائيون النفسيون كانوا في المعرض وأرادوا وأتوا إلينا، قالوا نحن نريد أن ندعم المعرض، نريد أن نأتي هناك نقدم خدمة تطوعية للأمهات. طبيعة هذه الخدمة؟ نعم، أي شخص، أي الأم عندها مشكلة مع تربية الأولاد أو تعيش مشكلة ما في البيت لأنها لا تستطيع الوصول إلى الممكن أخصائيين النفسيين، نحن هنا لكي نعرف أنفسنا طوال السنة. عرب؟ نعم، هم كلهم من الجاليات العربية، أما درسوا في تركيا أما كانوا هم أخصائيون في بلدانهم وأتوا الآن يعيشون في مدينة إسطنبول. كان هذا أيضا تجمع، كان هناك أيضا نوع نشاط لا نجده في المعارض العربية وهي زاوية اللغة. نحن نهتم هنا صراحة أيضا الاندماج الثقافي التركي والعربي، كان في هذه الزاوية طلاب جامعات أو طلاب من الأتراك يأتون ويتكلمون باللغة العربية، يتسابقون في مسابقات اللغة العربية. جميل. نعم، يسمعون من الأساتذة العرب اللغة العربية ويحاولوا أن يتكلموا باللغة العربية، وفي نفس الوقت العرب الجاليات العربية كانوا يأتون لهذه الزاوية ويحاولوا أن يتعلموا أو يتكلموا بلغة التركية ويتسابقون فيما بينهم، وهذه جدا يفرحنا كثيرا عندما نرى أتراك يتكلمون مع الجاليات العربية بلغة مشتركة سواء كانت لغة تركية أو لغة عربية. نعم أستاذ سامر، الملاحظ أيضا على هذا المعرض أن هناك نوع من التكرار والتقليد في طرح العناوين، يعني افتقر إلى حد ما الابتكار الكتابات الجديدة المؤلفات الجديدة وخصوصا في قطاع الأطفال، وهذا قد يقلل من فرص إنجاز الأهداف التي من أجلها أقيم المعرض وهي تعميق البعد المعرفي لدى الجالية العربية المقيمة في تركيا. أين الخلل برأيك؟ يعني أنا أخالف هذا الرأي قليلا. المعرض بشكل عام في كل سنة يحضر فيه جديد سواء من الدول المشاركة أو دور النشر المشاركة. ربما أحيانا يجد الإنسان أو الزائر صعوبة في الوصول ضمن هذه المساحة يعني المتنوعة والكبيرة ودور النشر في الوصول إلى هدفه، لكن غالبا يصل. في كل سنة من فضل الله تعالى في المعرض يوجد دور نشر جديدة، يوجد عناوين جديدة، ويوجد يعني كما قلت دول مشاركة لدور نشر جديدة. هذا يعني يطفي نوع من التنوع والجديد. هل يحظى قطاع الترجمة بحضور جيد ولافت برأيك في المعرض؟ نعم، قطاع الترجمة عن المؤلفات الغربية، المؤلفات هذا أيضا موجود، وأصلا عندنا في هذه السنة
في معرض إسطنبول الدولي وضعنا جناحاً خاصاً أو زاوية خاصة لحقوق الترجمة، بيع الحقوق بين الناشرين، وهذا يعني أولاً يزيد من عدد الكتب المترجمة سواء من العربية إلى اللغات الأخرى أو سواء من اللغات الأخرى كالتركية بما أننا في تركيا إلى اللغة العربية. هذا يزيد في التنوع وأيضا يكون له هدف التواصل الثقافي بين دور النشر وبين الثقافات. نعم، بقي من الضروري أن نتحدث عن كيفية توظيف مثل هذه الظواهر المهمة في تجسير العلاقة بين العرب والأتراك، هذا ما نبحثه بعد فاصل أخير. أهلا بكم أستاذ محي الدين. مثل هذا المعرض كيف يمكن الطريقة الأنسب لتحويله إلى نافذة يطل منها الأتراك على الثقافة العربية، على المحتوى الفكري العربي، على منتج العرب من الأفكار؟ يعني معرض إسطنبول صار وجهة نظر للعالم العربي وللعالم التركي. يعني في كثير من الجامعات التركية صارت تحضر المعرض، ما كانت تحضر بالسابق. ليه؟ لأنه عم لقوا يعني في أشياء عم يستفيدوا منها كلغة عربية وتعلموا فيها، مثل ما قال الدكتور محمد. بالإضافة يعني القسم الترجمي التركي للعربية كمان صار عم يأخذ حيز كبير من النشر. يعني الدولة التركية عم تدعم ترجمة الكتب التركية إلى العربية، في دعم للترجمة، وبالتالي هذا عم تنقل الثقافة التركية للعالم العربي من ناحية الترجمة. وهذا يعني بفضل معرض الكتاب وبفضل انه صار الثقافة العربية موجودة بتركيا بشكل جيد وكبير. نحن اعضاء الجمعية صرنا 85 دار نشر تقريبا عربية داخل جمعية الناشرين كتاب العربي في اسطنبول. هذا عدد لا بأس فيه. وبالتالي يعني الثقافة العربية بدأت تنتشر بتركيا. ووضع لبنان، وضع مصر بالنسبة للطباعة عندهم مشاكل داخل مصر وداخل لبنان بالنسبة للطباعة لعدة أسباب. أصبحت تركيا يعني وجهة نظر كثير من الناشرين العرب إنه يجوا يطبعوا ويستقروا في اسطنبول لنشر كتابهم العربي، لأن إسطنبول صارت هي محطة وصل ما بين أوروبا وما بين العالم العربي والاتحاد السوفيتي. نعم. وبالتالي سوق الكتاب العربي في إسطنبول توقعاتنا إن شاء الله تعالى في نمو كبير. نعم. حيأخذ حيز، يعني حيأخذ مكان لبنان، مش مكان 100% أقل 50-60% من مكانة لبنان ومكانة مصر. نعم. بالنشر الكتاب العربي. طيب دكتور محمد، وهو شاب طموح ويبدو لنا أنه ناجح من خلال إدارة المعرض، تحدثت عن خطط طموحة لتطوير هذا المعرض ولأفكار مقبلة جيدة، لكن ما حدثتنا عن إذا ما كان هناك لديكم في إدارة المعرض خطة حقيقية وطموحة لإيجاد حالة من التقارب الثقافي بين العرب وبين الأتراك، هل هذا موجود على جدول أعمالكم؟ صراحة نحن نرى أرض المعرض أو أيام المعرض هو لقاء كبير بين الثقافة التركية والعربية من عدة نواحي. وأيضا طبعا نحن في النسخة السابعة وعندنا أمل كبير يعني في المستقبل. وطبعا في نفس الوقت نحن نعاني مشاكل كبيرة في داخل التركية، كما تعرفون هناك في نشأت مع الأسف القوة العنصرية القومية التركية تكافح مع فكرة اللغة العربية والجاليات العربية، وجود الجاليات العربية. لذلك صراحة نحن عندما ننظم المعرض أو ننظم حدث
باللغة العربية في مدينة إسطنبول هناك تحديات من أطراف مختلفة، سواء كانت العرب أو أتراك. أحياناً نشعر أنفسنا مضغوطين من الطرفين عندما نعمل شيئاً للكتاب العربي، مع الأسف من بلدان العربية نرى لماذا كتاب العربي في مدينة إسطنبول، ما علاقة الأتراك بالكتاب العربي؟ وفي نفس الوقت نرى هناك تحديات من داخل تركيا، ما هو الكتاب العربي لماذا في مدينة إسطنبول؟ هنا نحن نريد أن نبرز هناك للجاليات العربية ثقافة كبيرة، ونعلن للأتراك تعالوا وهذه أكبر فرصة أن ترون هذه الثقافة هنا وتتعرفوا مع المثقفين، سواء كانت مهما كانت فكرتكم أو نظرتكم الفكرية أو السياسية هنا موجود، ليس فقط لتوجه واحد، تستطيعون تلتقون هنا بجميع الأفكار والآراء في أرض المعرض، ليس فقط ككتاب، كفكر، أيضا كقسم الفن، كقسم الفن والأدباء والكتاب أمسيات الشعرية، يعني الشاعر هناك كان مثلا نشاطا مشتركا بين شعراء الأتراك والشعراء العرب في أرض المعرض، هذا جميل. كان نستطيع أن نقول هذه خطط مستقبلية، ولكن أول خطواتها عندما نحن كان هناك حفلة توقيع لكاتبة تركية كتابها ترجمت إلى اللغة العربية، وكانت المترجم موجود معنا هو عربي، وكانت المؤلفة هي تركية، وكانت صاحبة دار نشر، دار نشر عربية. هذا هو تقارب الثقافات وإعطاء الرأي الثقافي العام للمجتمع العربي والمجتمع التركي، لأن عندما تأتي كاتبة تركية لمعرض الكتاب العربي وهي لا تتكلم اللغة العربية ولكن كتابها موجودة في الرفوف في اللغة العربية، أعتقد هذه خطط المستقبلية الكبيرة تعطي ضوءها بدائيا في المعرض. جميل جميل، أفكار طيبة. أذهب إلى الأستاذ سامر، يعني تحدثنا هذا من الجانب التركي فيما يتعلق بموضوع التقريب الثقافي بين العرب والأتراك، وأنت عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لناشري الكتاب العربي، هل للجمعية تصور عملي قابل للتطبيق للسير في هذه الخطوات، وهو يعني سد فجوة في جدار التواصل الثقافي بين العرب والأتراك إذا ما صح التعبير؟ نعم، يعني اولا من اذا نظرنا من بدايه المعرض وتنفيذه واقامته، تقيمه الجمعيه الدوليه بالتعاون مع اتحاد ناشرين الاتراك والجمعيه وجمعيه الناشرين الاتراك، فهذا اول لقاء ثقافي بين الناشرين. الامر الثاني كما قال الدكتور، هناك عده نشاطات تحدث سواء في زاوية اللغة، في زاوية الترجمة أو جناح الترجمة، أو في قسم المحاضرات يحدث هذا اللقاء. يعني أنا بالنسبة لي ليس فقط بالتقارب بين العرب والأتراك، أيضا مع كل من يتكلم اللغة العربية، يعني ليست العربية بأحدكم لأب أو لأم، وإنما هي لسان، فمن تكلم العربية فهو عربي. فهذا المعرض فرصة كبيرة، يعني نلتقي به أول شيء كجالية عربية بالمعنى الضيق، يلتقي من جميع المشارب ومن جميع التوجهات، أيضا مع الإخوة الأتراك بما أننا في بلد تركيا هناك لقاءات كثيرة خاصة الذين يهتمون باللغة العربية وغيرهم. أيضا هناك لقاء مع الجاليات خارج تركيا التي تهتم باللغة العربية، خاصة إسطنبول تعتبر بوابة أوروبا، فهذا المعرض نقطة لقاء لكل هذه الجاليات، وهو فرصة كبيرة نأمل أن تكبر في قادم الأيام، يعني ويكون لها دور أكبر وأكبر. المعرض صحيح أنه يقام للكتاب العربي وهذا محوره الأساسي، لكن النشاطات المرافقة له ليست بالقليلة، أيضا في كل سنة تزداد هذه الأقسام والنشاطات على مدار 9 أيام، ولذلك نقول أنه أكبر حدث ثقافي عربي خارج جغرافيا العالم العربي، وليس نقول أكبر معرض، إنما أكبر حدث ثقافي عربي. نعم نعم.
طيب أستاذ محي الدين، حقيقة لم يقتصر الأمر على دور النشر فقط، وإنما هناك كان عشرات الندوات والمشاركات الثقافية التي اختلط فيها العرب بالأتراك، وحضر مسؤولون كبار في الدولة إلى هذا المعرض. كيف تفسر هذه الاحتفائية من قبل السلطات التركية بهذا الحدث؟ هذا أولا، وثانيا أي تأثير عملي لهذا الاهتمام من قبل السلطة التركية بمثل هذه الظاهرة على موضوع التمازج الثقافي؟ التمازج الثقافي، يعني دولة تركيا بفضل رب العالمين انه يعني سامحة لكل هالنشاطات ولكل الدعاة ولكل الشخصيات انه تاخذ على راحتها في بالكلام والمحاضرات كذا، والدعاة ما لقوا الا منبر داخل معرض الكتاب انه يعطوا المحاضرات والدروس واللقاءات، وهذا عم يعطي زخم كبير للحضور بالمعرض. يعني في بعض الشخصيات تيجي يوم واحد تعطي المحاضرة وترجع بسافر، لأن صار عندها منبر حر داخل معرض اسطنبول أنها تقول كلمتها وتمشي. والدولة التركية يعني تعطي تسهيلات هالأمور، يعني غير الدول العربية في كتير شخصيات تعرف يعني صارت ممنوعة. طيب دعني أختم مع الدكتور محمد، يعني هل يمكن أن يتحول الأمر إلى ظاهرة متعددة النسخ في العام الواحد؟ هل يمكن أن يكون أكثر من مرة ينظم، يعني ثلاث مرات، استجابة لما تفضلت بالحديث عنه قبل قليل؟ صراحة نفضل أن يكون معرض اسطنبول الدولي في مدينة اسطنبول مرة واحدا في السنة، ولكن في نفس الوقت نحن كمنظمين المعرض السنة الماضية بدأنا أن ننظم هذا المعرض في نسخته الأولى في مدينة غازي عينتب، وهذه السنة إن شاء الله سيكون في شهر بداية شهر 12 في مدينة غازيعنتب، أيضا معرض غازيعنتب للكتاب العربي. تقريبا نستطيع أن نقول ما يقارب النصف المعرض ننقله إلى هذا المكان، وفي المستقبل أيضا عندنا خطة أن نقيم المعرض في مدينة أنقرة ومدينة قونيا. التواجد العربي أو الأتراك المهتمين باللغة العربية، لذلك نريد أن ننتشر في تركيا ونعمل معارض محلية للكتاب العربي، ويبقى لدينا معرض دولي وهي إسطنبول العاصمة. وهل يكفي 9 أيام برأيك أم يحتاج إلى تمديد هذه المدة؟ أعتقد لو فتحناه لمدة أكبر ليكون إقبال أكبر، ولكن الإمكانيات الأراء أرض المعارض الدولية كما تعرفون تعطى لمدة 14 يوما فقط، لذلك الوقت مع الأسف يداهمنا ونعمله بتسعة أيام. أشكرك ونرجو لكم الموفقية في هذا العمل. شكرا جزيلا. ختاما مشاهدي الكرام، أشكر ضيوفي الفضلاء الدكتور محمد أغيراقشا المنسق العام لمعرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي، وكان معنا عبر الأثير من إسطنبول سامر السعدي عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لناشري الكتاب العربي، وأيضا في الاستوديو الأستاذ محي الدين الشامي المالك ومدير مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع. كل الشكر لحضراتكم على كرم المتابعة. في حراسة الله.